جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. رسالة من الامبريا، هذه رسالة كما قلت انا لما اقول قرن 20 ان انتم قطعتوا بعض الازهار، لكن الربيع تكون الجا. هي رساله نجم نقول من جانب التاريخي، قولوا الناس هذه راهو انتم كيفما بعض الناس حطونا شويه شعر من لحيتنا، ولا هي عاوده طلعه ولات باهيه مزيانه. ما احنا في بنقردان نحب مساق ويدين ومساق ويدين 12 هذه الرساله بتاع الحرب. رساله من امبريا، لان تونس بلد تغني الحياه، هي بلد الحياه وثقافه الحياه اقوى وأعمق وأشمل من مدينة هذه سوسة. ربما احنا شعب عرفنا عرف قرطاج وقع تدميره بلد كرتون وعادة الحياة، تونس العاصمة وقع تدميره وعادة الحياة. نحن الشعب لا يفهم، نحن الشعب لا يظهر، نحن الشعب هذا بعد المحارب، ونحن الشعب الكردون إذا أيضا رجع، نحن الشعب الحارب والسلام، نحن نسالم من سلمنا ونعادي من عادينا وهو النشيد الرسمي التونسي. هذه الرسالة من طلعوها من الامبريال، نحن الشعب نسالم لكن الشعب من تمينا فيها بعض الشركين حبيا ذات سبع سياسي ذات سبع أكاديمي، وإن شاء الله هالوقت ينجح، وإن شاء الله ربما يساهم شوية في تغيير صورة مشوهة نسبيا عن تونس، لأن تونس الإرهاب ربما شو احنا نكونوا أصدقائنا في العالم كل جو سوسة راهو عندنا جمهور وعندنا جيش وبلادنا بلاد معناها مستهدف فيها الأمن، بلاد الأمن والأمان قرب النهاية، وهذا كيفاش حبيت. ينظر إلى تونس كقيادة مهمة جدا في العمل العربي والشرعي، يعني كثير من القضايا التي نحتاج العالم العربي أن يتعلمها من تونس والشعب التونسي. شارك البرلمان العربي للشعب التونسي في كل المراحل التي مر بها، المراحل الانتقالية الإيجابية التي أعطت درس للمجتمع الدولي بأن بإمكان كعرب كان كتونسيين يكون لدينا تحول إيجابي، لكن بحاجة أن نكون محصنين من الشوائب التي قد تؤدي بنا إلى خسارات. البرلمان العربي أخذ جلسة من البرلمان العربي والبرلمان التونسي تضامنا مع الشعب التونسي والتوجهات الشعب التونسي الإيجابية، عقدنا جلسة مكبرة من البرلمان العربي ومكبرة الكبار الذي عرف صار فيها جريمة. اليوم أيضا البرلمان العربي يشارك ثقافية المكان المجتمع حولها رسائل المجتمع الدولي علينا الشعب التونسي قيادة فكرية وثقافية على مستوى تربوي تعزز الشراكة في المسألة الثقافية والتي تتعلق كذلك في برامجنا التربوية، كيف سنرسخ المبادئ إلى هذه الرسالة. وفي حاجة أنها تنطلق من تونس أيضا، الرسالة تنطلق من تونس لأن تونس بلد الحضارات المتعاقبة، وتونس معروفة أنها دائما مفتوحة ودائما فاتحة ذراعيها للحوار وللآخر. هذيك علاش كما قلت لك مهم جدا أنه ينطلق هذا المنتدى اللي هو عنده أهمية كبيرة في ترسيخ هوية التونسي وهوية وقيمة تونس على المستوى العربي، على المستوى المتوسطي، على المستوى العالمي كذلك، كبلاد حوار، كبلاد تواصل، وكبلاد حضارات تعاقبت. الثقافات والحوار مسألة مهمة جدا، خاصة لما ينتظم في هذا المكان الرمزي اللي صار يعني في حد ذاته محج يزار، لأنه رمز من رموز النضال ورمز من رموز المقاومة والصمود والإرهاب. وأعتقد أنه من المهم جدا أن تونس تبقى دائما محلا ومكانا كما كانت في تاريخها الطويل للحوار حول السلام. تونس التي أعطت الكنيسة بابوات، وتونس التي كانت مكانا انطلقت منه الراية الإسلام السمح في جهة أفريقيا، تونس اللي كانت معناها منارة متوسطية حتى قبل ذلك، تستحق أن تعود وتلعب دورها باعتبارها أرضا للحوار والاعتدال والسلام إن شاء الله. شكرا لك على كل الخبر. أنا وجهت لي الدعوة للمشاركة في هذا القمر في مداخل
في المغرب العربي. واعتقادي أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأن الذين دعوا إليه أو أطرحت دعوت إليه لها علاقة مباشرة بالثقافة والتعليم والتربية، وبالتالي ليس هو مؤتمرا سياسيا، إنما هو مؤتمر سيتناول قضية في العمق هي سياسية ولكن من وجهة نظر ثقافية فكرية عميقة، لأننا لسنا أمام تظاهرة قائمة على الشعارات ولكن يفترض فيها أن تكون تظاهرة تعمق النقاش وتعمق التحليل لكي نفهم التحديات التي تواجه منطقة المتوسط ككل ومنطقتنا نحن المغاربية بتحديات خطيرة من بينها الذهاب كما أن من بينها الهجرة السرية وكذلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية. طبعا نتناول هذه القضية ونحن نحمل خلفية واضحة كيف ننقل بلادنا تونس من إمكانية التعطل الديمقراطي والعودة إلى نقطة الصفر. يحصل ذلك عندما نعجز عن فهم هذه الظاهرة وعندما لا نتمكن من اكتساب المقومات القدرة والمنهجية التي تساعدنا على فهم التحديات ثم التغلب عليها. جوهرة FM الدنيا ما فيها